كلنا نعرف ان العاب الفيديو اسهل من الحياه الواقعيه بكثير. في كثير اشياء فينا نسويها بالعاب الفيديو بس مستحيل نسويها بالواقع. على سبيل المثال بالعاب الفيديو فينك تكون جندي في نص حرب تطلع ار بي جي تطيح فيه هليكوبتر من السماء، بعدين يجي واحد يذبحك تطلع سكينه ترميها عليه بكل سهوله، او فينك مثلا تنط من عماره لعماره نفس العاب اساسن كريد وانت بالحقيقه ما فينك تعدي حيط طوله مترين. بس هل فكرتوا شي مره ان في اشياء اصعب العاب الفيديو من الحياه الواقعيه؟ اشياء سهل انك تسويها بالواقع بس جدا صعب تسويها بالعاب الفيديو. في صدقوني في كتير امثله، فبهالفيديو رح جيب لكم 10 اشياء صعب تسويها بالعاب الفيديو بس جدا سهل تسويها بالواقع. فيلا خلينا نبدا بالفيديو. قبل ابدا الفيديو اليوم يا شباب بس حاب انوه انه هذا الفيديو الثالث والاخير اللي برعايه شركه اومن باي اتش بي وعليه جيف اواي مقدم منهم. طبعا قلت لكم في اخر فيديو انهم دعوني لمؤتمر لهم في دبي راح يعلنوا فيه عن شيء جديد في عالم العاب البي سي، شيء ما في اي شركه سوته، والشيء هو لابتوب اومن اكس 2 اس اللي شايفينه قدامكم حاليا، اول لابتوب جيمنج في العالم فيه شاشتين. ايه متخيلين لابتوب فيه شاشتين، الشاشه الثانيه تحت تاتش، الشاشه الثانيه بتفيد في كثير اشياء، سواء اذا كنت تسوي اديتنج لفيديوهات راح تفيدك، اذا لما انا اسوي بث مباشر استعمل الشاشه الثانيه لاقرا التعليقات. وقالوا في كثير العاب راح تدعم الشاشه الثانيه، يعني مثلا قاعد تلعب لعبه فورتنايت او ببجي الشاشه الصغيره فينك تستعملها كميني ماب كخريطه مصغره تشوف وين الزون وين كذا. في كثير العاب راح تدعم الشاشه المصغره بشكل ما او باخر، واللابتوب بيدعم كارت شاشه انفيديا ار تي اكس 2080 تي اي. والشيء المميز كمان في اللابتوب انه في نظام تبريد سائل، فراح يبرد اللابتوب اسرع بست اضعاف من اي لابتوب تاني، فما راح تواجه اي مشاكل بالحراره او تعليق بالالعاب. وبالمؤتمر اعلنوا عن كثير اشياء ثانيه واكسسوارات خاصه بالالعاب، ما راح اذكرها كلها بس حاذكر شيء واحد لفت نظري اللي هو سماعه فيها تكييف. ايوه مثل ما سمعتوني، سماعه فيها تكييف داخلي تخلي اذنك بارده دائما، شيء مجنون الصراحه، شيء جدا عجبني. فلمعلومات اكثر عن اللابتوب ومواصفاته وسعره والسماعه كمان شيك اللينكات الموجوده بالوصف. وحاب اذكر انه هالفيديو عليه جيف اواي مقدم من اومن باي اتش بي على ماوس جيمنج كيبورد جيمنج وشنطه خاصه بالجيمنج لكم. فكل عليك تسويه اذا حابب تفوت بفرصه الفوز فيهم ادعم الفيديو بزر لايك، اشترك في القناه واترك اي تعليق في حسابك على الانستغرام وتويتر عشان لو فزت اقدر اتواصل فيه معك، وراح اختار الفائز هذا الاسبوع ان شاء الله. ويلا خلينا نبدا بالفيديو. بالمرتبه العاشره التسلق على الحواجز وبالذات بالعاب الفيرست بيرسون شوتر او العاب المنظور الشخص الاول. فكروا فيها بكثير من العاب الشوتر، خلينا نقول كول اوف ديوتي، باتل فيلد، اوفر واتش، ببجي، في كتير حواجز بهالالعاب ما نقدر نتسلق عليها مع انه تكون جدا بسيطة. حواجز بالحياة الواقعية فينك تعديها بكل سهولة بجسمك، فقط تنط على هالمنطقة او تتسلق هالمكان وتعديه، بس لسبب ما او باخر بعض الالعاب ما فينك تعدي حواجز بسيطة. كول اوف ديوتي يمديك تذبح 20 واحد وتجيب نيوك وتفجر المكان كله، باوفر واتش فينك تسوي الالتيميت تبعك تذبح الفريق كامل، بس ما يمديك تنط فوق هذا الحاجز. مو بس العاب الشوتر، كمان في العاب من منظور الشخص الثالث كثير، نفس لعبه ذا ويتشر هالفيديو شايفينه قدامكم حاليا. بلعبه ذا ويتشر انت من اعظم السحره الموجوده في العالم وتذبح وحوش كثير، بس ما يمديك تعدي فوق هذا الحاجز البسيط. بالمرتبه التاسعه واللي هو انك تاخذ شيء معين من طاوله عليها اشياء كثير، او تاخذ شيء معين من مكان فيه كثير اشياء. هذا الشيء بالذات اسهل بالحياه الواقعيه بكثير من العاب الفيديو. على سبيل المثال لعبه ديس اونرد، لما يكون في طاوله عليها فلوس وانت تبي تاخذ الفلوس بس، والطاوله عليها خلينا نقول اكل، عليها ورقه، عليها كلام للقصه، عليها سكينه، سبحان الله تاخذ كل شيء الا الشيء اللي تبيه. وفي كثير امثله، اظن الناس اللي يلعبوا العاب تختيم والعاب قصه فاهمين كلامي ومجربين هالشعور. ومثال ثاني لعبه ببجي، نزلت وقدامك ناس تبي تروح تاخذ سلاح على طول وتذبح الناس، جنب السلاح في هلمت، في ارمور، في تي شيرت، سبحان الله تاخذ كل شيء الا السلاح اللي تبيه، وهذا الشيء بيؤدي انك تموت بدايه الجيم. بينما لو نقارنها بالحقيقه رحت على طاوله وعليها 1000 غرض بكل سهوله تاخذ الشيء اللي تبيه وتروح، مو نفس الالعاب. بالمرتبه الثامنه واللي هي انك تمشي بشكل طبيعي، اي مثل ما سمعتوني المشي في الالعاب اصعب من الحياه الواقعيه، بالذات اذا كنت قاعد تلعب لعبه طور قصه او شيء، لسبب ما شخصيتك دائما يرقد، دائما يهرول ما يمشي مشي طبيعي، تكون عايش جو القصه ومنسجم باللعبه وطالع من مقطع سينمائي وخلاص حماسك للعبه 1000، تمشي بشخصيتك تلاقيه قاعد يهرول، قاعد يرقد، او قاعد يمشي بطريقه غير، تلاقي شخصيتك قاعد يخبط على طرف الباب، قاعد يخبط بالحيط اللي جنب الباب بس ما يبي يفوت جوا الباب. شيء جدا سهل بالحياه الواقعيه، نعرف نمشي، نعرف ندخل جوا باب، بس بالالعاب بسبب التحكم احيانا يكون هالشيء صعب. بالمرتبه السابعه البناء،
البناء بجميع الألعاب ما عدا فورتنايت وماينكرافت. فورتنايت وماينكرافت ما لهم علاقة بهالقائمة أو بالمرتبة السابعة بالذات. البناء بباقي ألعاب الفيديو كلها دائما معقد. دائما إذا بدك تبني حيط معين أو تبي مثلا تحط باب بين شغلتين ألعاب اللي فيها بناء، دائما يكون شيء معقد. لازم تأخذ الباب تحطه بهالزاوية، تميله شوي يمين يسار لحديت ما يطلع لك اللون الأخضر إنه يمديك تعمر الباب. أو تبي تأخذ كرتونة تحطها بمكان معين، لازم تحطها بزاوية معينة حتى اللعبة تسمح لك إنك تحط الكرتونة بهالمكان، أو تحط السلاح أو أي شيء معين تحطه بمكان معين. دائما بالألعاب يكون معقد، لازم تحط الشيء بالضبط على اللي يكون بالضبط تقدر تحطه بهالمكان. بينما بالواقع خد اي غرض اي كراتين حطها فوق بعض باي ترتيب بدك اياه وما في اي مشكلة. بالمرتبة السادسة قيادة السيارة وفقا للقوانين. هذا الشيء نقدر نسويه بالالعاب بس بنفس الوقت ما تقدر، بالذات في لعبة نفس لعبة جي تي اي. اكيد كلكم لعبتوا جي تي اي وحاولتوا بشكل ما او باخر انكم تقودوا السيارة او تسوقوا السيارة وفقا للقوانين، توقف على الاشارة الحمراء، توقف للمشاة، تمشي حسب السرعة. كلنا حاولنا هالشيء بس ما تقدر تستمر على هالشيء اكثر من دقيقتين. دقيقتين راح تحس حالك خلاص راح تنفجر من جوا، وبعدين تمشي بالسيارة باسرع شيء تخبط اي واحد بوجهك، تنط من جبل. بينما بالحياة الواقعية اذا كنت تسوق سيارة وعندك ليسن قيادة راح تعرف انه شيء جدا بسيط انك تسوق وتتبع القوانين، متعود على هالشيء روتينيا. بس بالالعاب شيء جدا صعب انك تسوق السيارة طبقا للقوانين. بالمرتبة الخامسة في باب مكفول وما تقدر تفتحها الا لبين ما تلاقي المفتاح، او ما تقدر تعدي للمنطقة اللي قدامك لان في قدامك حيط ولازم تلاقي ممر سري لتعدي هالمنطقة. ايه قاعد تلعب لعبة نفس دارك سول وذبحت وحش بحجم عمارة ينفخ نار وعنده قدرات خرافية، ذبحت الوحش. او قاعد تلعب لعبة نفس كول اوف ديوتي عندك ار بي جي طيحت فيه هليكوبتر من السماء، بس ايه ما يمديك تستعمل هالار بي جي عشان تفجر الباب اللي قدامك، او ما يمديك تستعمل السيف بدارك سول ذبحت فيه وحش خرافي لتفتح الباب. هالشيء جدا يعصبني بالالعاب. قاعد العب لعبة ومعي اسلحة خرافية واستعملت هالاسلحة على وحوش، بس بعدين يجي قدام باب معين وما يمديني افتح الباب باي طريقة الا على بين ما الاقي المفتاح. مع انه بالحياة الواقعية لو كان قدامي باب وعندي ار بي جي او صواريخ وصواريخ استعملتها قبل، بكل بساطة اضرب صاروخ على الباب وارمي عليه قنبلة وراح يفتح. بس بالالعاب لا، في باب ما راح يفتح لو ايش لبين ما تلاقي له المفتاح المعين او شيء معين لا يفتح. بالمرتبة الرابعة الاكل. ايه الاكل، ما لاحظت اي لعبة فيديو فيها اكل او شرب. شخصيتك لما ياكل شيء ياكله ثواني، تكون لعبة سيرفايفل ولازم تاكل للبقاء، بعدين شخصيتك تعطيه قطعة لحمة او شيء ياكلها بثواني، فجأة تسمع صوت اكل وتلاقيها اختفت. فعليا كل العاب اي شيء تبي تاكله لشخصيتك في اي لعبة تلاقي شخصية اكل الاكل بثواني. لا وبعدين بعض الشخصيات يقولوا اوه والله الاكل طيب، انت حسيت اصلا بطعم الاكل، اكلت الاكل بلقمة واحدة، المفروض ما حس لا بطعم ولا بشيء. فاي واضح انه الاكل بالعاب الفيديو اصعب من الحياة الواقعية. بالمرتبة الثالثة السباحة. ايه السباحة، ادري عدد جدا كبير منكم ما يعرف يسبح بالحياة الواقعية ويقول اكيد السباحة في الالعاب اسهل، بس الناس اللي يعرفوا يسبحوا بشكل طبيعي راح تعرفوا عن شو قاعد اتكلم. السباحة في الالعاب دائما معقدة، بالذات بالالعاب اللي فيها مهمة او مهمتين فقط سباحة والباقي فوق الارض. هاي الالعاب بالذات يخلوا لك مهمات السباحة او مهمات الغوص تحت المي جدا صعبة والتحكم فيها يغث نوعا ما، وبعض الالعاب عشان يريحوا حالهم خلوا لك خلاص مجرد ما تلمس المي راح تموت، نفس العاب جي تي اي القديمة وبعض العاب اساسن كريد وزلدا. بالمرتبة الثانية شيء جدا صعب بالالعاب وبالواقع جدا سهل، واللي هو استعمال السلالم، بالذات انك تنزل من السلم. الحين معظم الالعاب اللي فيها سلالم وبدك تطلع على السلم جدا سهل، تقرب على السلم تضغط ضغطة معينة وتطلع بكل سهولة. بس ما لاحظتوا انه تقريبا 99% من الالعاب شبه مستحيل انك تنزل من سلم، سواء العاب شوتر، العاب نفس جي تي اي، العاب نفس انشارتد، دائما نزول من السلم شيء جدا معقد وشيء جدا صعب. ما ادري ليش، بالواقع وقف عند السلم حط رجلك على اول درج فوق وكمل نزول بشكل طبيعي. بالالعاب ما اعرف ليش شركات الالعاب ما عرفوا يوصلوا لطريقه يخلوا نزول من السلم شيء سهل. ما ادري ليش، يمديك تكون جاسوس احترافي ما حد يقدر يمسكك، يمديك تكون جندي خرافي ما حد يقدر يذبحك، بس ما يمديك تنزل من السلم نفس البشر. واخيرا بالمرتبه الاولى عدم الموت والبقاء على قيد الحياه. عدم الموت بالحياة الواقعية جدا أسهل من الألعاب. خلينا نكون واقعين، الألعاب معظمها مصممة لأنك تموت أو تقتل فيها،
99% من الألعاب راح تموت فيها آخر شيء، سواء قاعد تلعب لعبة باتل رويال أو لعبة قصة أو أي شيء. قاعد تلعب لعبة قصة، أو دخلت هالمكان بالغلط في أعداء قتلوك، قاعد تمشي على حافة طحت متت، قاعد تلعب كول أوف ديوتي مسكت القنبلة بالغلط انفجرت فيك ومتت، قاعد تلعب لعبة نفس ببجي أو فورتنايت، أول ما تنزل الماب في 99 شخص مجرد ما يشوفك بدون أي نقاش راح يحاول إنه يقتلك أو أنت تقتله، بينما بالحياة الواقعية قاعد في بيتك في أمان الله، عمرك مكتوب عند الله وقاعد تعيش حياتك بشكل طبيعي إن شاء الله. فإيه، عدم التعرض للموت جدا أسهل بالحياة الواقعية من الألعاب. فإيه شباب، هذا فيديو اليوم، أتمنى يكون عجبكم، أتمنى من نهاية الفيديو لا تنسوا تنعم الفيديو بزر اللايك وشاركونا بالتعليقات، شوفوا شيء أنتم شايفينه صعب ألعاب الفيديو بس جدا سهل بالواقع، أتمنى تكتبوا لنا بالتعليقات وبس. كان معكم شركية بشركة كيش كبديها الثاني إن شاء الله، مع السلامة.